واحنا بنتكلم دلوقتي ان ده موسم زراعة البنجر، نعم، ايه هي الحوافز اللي ممكن تكون الدولة بتقدمها للفلاحين لزيادة زراعة البنجر، فبالتالي هيعود بالنفع على صناعة السكر في مصر بشكل عام والتصدير بقى او حتى الاستهلاك المحلي والاكتفاء الذاتي؟ على المزارعين كمان اكيد طبعا، والاكتفاء الذاتي كمان يا دكتور. تمام. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، محصول بنجر السكر من اهم المحاصيل، بيقوم عليها حاجه مهمه جدا بيطلق عليها الزراعه التعاقديه. بمعنى ايه يا دكتور؟ الزراعه التعاقديه ده قانون، ويعني مصر الحمد لله بتاخد خطوات تشريعيه سليمه بتشجع هذا الاستثمار دلوقتي، لان سياده الرئيس اطلق هذا القانون سنه 2016 اللي هو قانون الزراعات التعاقديه. وهذا القانون بيتيح علاقه فيها شفافيه وعلاقه فيها تبادل منفعه ما بين طرفين، هو المصنع واهالينا المزارعين. هيل. عشان كده احنا لما نيجي نبص لهذه النوعيه من الزراعات او هذه النوعيه من الصناعه القائمه على الزراعه، بنلاقي ان المصنع بيبقى حريص كل الحرص انه يحصل على محصول ذو جوده عاليه وكميه عاليه. فالمصنع بيبقى شبه هو المتبني الزراعه بالتعاون مع مين؟ مع اهالينا المزارعين. وبالتالي بنقدم حزمه من المزايا اللي بنشجع بيها اهالينا المزارعين عشان لما نيجي نتعاقد معاهم على توريدات المحصول. فالشركات بتبقى حريصه انها تجيب وتختار اجود انواع التقاوي، وبتدي التقاوي للمزارع بشبه مجاني. يعني حاجه جميله جدا، لان بندي التقاوي لاهالينا المزارعين في العروه المبكره مجانيا، وفي باقي العروات بتخفيض 85% من قيمتها الشركه اللي بتعملها، والمزارع بيدفع 15% بس. كويس. مش كده بس، بنساعده في نديله مصاريف لخدمه الارض 300 جنيه على الفدان. مش كده وبس، لو هو محتاج ميكنه، القطاع الزراعي في الشركه بالتعاون مع قطاع الزراعه الاليه بنوفر له الميكنه في الارض مجاني برضه، وده بالتعاون مع مجلس اسمه مجلس المحاصيل السكريه اللي هو مكون اساسي جوه وزاره الزراعه. مش كده وبس، بنديله رشه مجانيه لاحد المبيدات الهامه، لاحد الافات اللي بتبقى منتشره في اي وقت، بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكريه. مش كده وبس، بننقل له المحصول من الغيط او من الحقل من عند اهالينا مجانا. يعني احنا اللي بنتحمل تكاليف النقل. مش كده وبس، بنحط اعتبارات ان هذا المحصول بتاع بنجر السكر بيبقى جاي من اسفل سطح التربه، الجذر بتاع البنجر، وهو بيقلع المحصول او بيجمع المحصول بيبقى فيه نسبه شوايب، يعني اتربه، شويه طينه، بعض القش موجود معاه، فبنسمح بوجود نسبه شوايب 8%، بنحسبها له كوزن كانها بنجر. مش كده وبس، عشان نحفز اهالينا المزارعين انه يهتم ببرنامج الخدمه ويهتم بالتسميد ويهتم بالري الجيد والكلام ده، فيدي محصول فيه كربوهيدرات عاليه ونسبه سكر عاليه، فبنديله حاجه اسمها حوافز على نسبه السكر. كل ما كان درجه الحلاوه عاليه كل ما بياخد عليها حافز. الحزمه بتاعت الحوافز دي بتعود على اهالينا المزارعين بربح، بتعود عليه بفايقه، لان كل دي بتبقى عامله زي المكافئات كده او الحوافز فوق السعر الاساسي بتاع البنك. واحنا بنبقى حريصين على الكلام ده ليه؟ عشان نبقى حريصين على وجود استدامه لمد المصنع بالخامه الرئيسيه اللي هنخرج منها السكر. وبالتالي هنا بنبقى ايه؟ يعني هي معيشه تكافليه من خلال زراعه تعاقديه، حلقه كده ما بين المصنع وما بين اهالينا المزارعين اللي بتعود عليهم بالخير دايما يا رب. هايل. طيب متوسط انتاج الفدان تقريبا قد ايه دكتور احمد؟ في اراضي الدلتا حضرتك بتختلف عن اراضي الاستصلاح. واحنا طبعا في مصر شايفين نهضه في استصلاح الاراضي وفي التوسع في مشروع 1.5 مليون فدان، وشفنا سياده الرئيس في مشروع مستقبل مصر اللي في محور الضبعه 500,000 فدان يا فندم، وشفنا المساحات الشاسعه فيها لانتاج محصول بنجر السكر تحت نظام الري المحوري بالرش او بما بيطلق عليه البيفوت سيستم. وشفنا غرب المنيا واللي بيحصل فيها من تطور، وشفنا اراضي منطقه البنجر اللي قبل كده في الاستصلاح اللي جنب النوبريه. فالمحاصيل، المحصول اللي بيتزرع بميكنه منتظمه والاصناف الجديده اللي هي بيطلق عليها الاصناف وحيده الاجنه مع الميكنه مع اراضي الاستصلاح، ادت دلوقتي نتائج هايله تقترب من 30 طن للفدان.
ونسبة حلاوة بتقترب من 17 وال 18 كمان. أراضي الدلتا بيغلب عليها الطابع التقليدي شوية. بمعنى إيه بابا؟ أراضي الدلتا اللي هي الأراضي اللي كانت بتزرع برأي غمر اللي هي فيها المشروع القومي لتطوير الري دلوقتي. زمان كانت بتعتمد على الري بالغمر. فالري بالغمر برضو في عدم انتظامية شوية. عشان كده الدولة اهتمت مؤخرا وحديثا وبجهود جميلة جدا بدءا من مشروع تبطين الترع اللي احنا كلنا شفناه حضرتك، هذا مشروع وتوزيع الرؤى الأني والمسائي وتشجيع الري بالتنقيط وتشجيع الري بالرش عشان نعمل عملية ترشيد للري بالغمر دوت اللي هيعمل نقلة نوعية تحديثية للدلتا إن شاء الله، وتبقى تدي نفس المحصول ونفس الإنتاجية بتاعت الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثا من خلال معظمة وحدة الإنتاجية للمية والأراضي. الأسلوب التقليدي بتاع إنتاج بنجر السكر دلوقتي حاليا بيدي متوسط إنتاجية يعادل 19 طن للفدان. طيب طبعا في فرق بينه وبين طبعا أكيد في فرق.